السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم فداء وهداية، كيف أحوالكم؟ غنخليو لكم في الوصف رابط الحساب الرسمي على فيسبوك، دمونا بلايك واشتركوا في القناة. اليوم إن شاء الله غنقوم بشرح مادة الفرنسية. تلقينا بزاف ديال الأسئلة والتعاليق في الآونة الأخيرة، واللي كانت المادة الفرنسية حيز كبير منا، وخصوصا حول واحد الدرس للأغلبية لقاو فيه مشكل كبير، واللي هو درس ديال لي فيغور دو ستيل. ومن هاد الاستفسارات كنوجدو شنو هما لي فيغور دو ستيل، شحال كاينين، وفين كنحتاجوهم. اللي نبغي نشيليلو في الأول قبل ما نبدا الشرح هو أن هذا الدرس كاين في المقرر ديال كل من أصحاب أولى باك والأحرار. أول سؤال هو شنو هما لي فيغور دو ستيل؟ لي فيغور دو ستيل هما دي اكسبرسيون او عبارات او اساليب كتجلى الوظيفه ديالها في تقريب الصوره اللي كيطرحها الكاتب من المتلقي. في حال اللغة العربية، الكاتب أو الشاعر كيلجؤوا الأساليب في حال المجاز، التشبيه أو الاستعارة باش يوصل الفكرة. خصوصا كنجبروا هاد الأساليب كيتستعملوا في الشعر أكثر من النثر، إذن عندها جوج وظائف، جمالية وتعبيرية. طبعا، ولكن بالنسبة للغة الفرنسية فالجانب الدلالي أو التعبيري كيطغى على الجانب الجمالي. ثاني سؤال هو شحال كاينين ديال لي فيغور دو ستيل؟ كاين أكثر من 8 ديال المجموعات، ولكن اللي كيهمنا واللي غنتناولو في الفيديو ديال اليوم أو في الفيديوهات القادمة 5 ديال المجموعات. أول مجموعة هي لي فيغور دانالوجي، ثاني مجموعة لي فيغور داتينياسيون، ثالثة لي فيغور دانسيستونس، et les figures d'opposition et finalement les figures de remplacement. Premièrement, les figures d'analogie. Que veut dire analogie? C'est le synonyme de ressemblance. Ou ce type de figure qui est en quatre aqsam. La première figure, c'est la comparaison. Ou tashbih, ou li huwa taqrib, bihayt kanshbuh shay bshay bwasitat adat dial tashbih. وهاد الأداة أو لوتيل كتكون بين لو كومباري اللي هو المشبه كي لا رياليتي، وبين لو كومبارون اللي هو المشبه به كي ليماج. ومن الأدوات ديال التشبيه كنجبرو كوم، اوتون، انسي كو، دو ميم كو، هادوم لي كونجونكسيون. باغي، سمبلابل ا، تيل، هادوم لي زادجيكتيف. Avoir l'air, ressembler à, sembler, paraître, hadoum les verbes. L'apparence de, la ressemblance de, hadoum les groupes nominaux. Ou yimkin noujdou had tashbih an tariq tafdil, ou kanstamlou fiha les outils comme plus que ou moins que. Ou mil amtila dial la comparaison, kanoujdou. Ce garçon est comme un lion. Hnaya kanchbhou l'tifl. أو لهاد الوالد بالأسد. Ce garçon هو le comparé. Comme هي l'outil, un lion هو le comparant. Ahmed est plus grand que Farid. C'est une comparaison de supériorité. Tel Smithel هو Fadwa est moins rapide que Salima. Et ça, c'est une comparaison d'infériorité. Le comparé, c'est Fadwa. Le comparant, c'est Salima. Et l'outil, c'est moins que. يعني أن لا كومباريزون هي التشبيه اللي كيكون بالأداة ديال التشبيه. غندوزو الفيغور دو ستيل الثانية واللي حتى هي داخلة في لي فيغور دانالوجي واللي هي لا ميتافور. بالنسبة لا ميتافور فحتى هي كومباريزون، حتى هي تشبيه، ولكن بدون أداة أو سون زوتيل. فحال اللي قلنا في المثال الأخير بالنسبة لا كومباريزون كاين سو غارسون اي كوم ان ليون. بالنسبة لا ميتافور فغنقولو سو غارسون ايت ان ليون. وبالعربية لا ميتافور هي الاستعارة اللي كيكون تشبيه بدون أداة. ثالث فيغور دو ستيل في لا كاتيغوري دانالوجي سي لا بيرسونيفيكاسيون، واللي هي بالعربية الإنسانة، أو سي لا فيت دو دوني لي كاركتير دو كيلكو شوز كي انيمي ا كيلكو شوز كي نو انيم. أولا كنعطيو واحد الحاجة جامدة كنعطيوها أوصاف ديال الإنسان. باغ إكزومبل لو سولي سوري، حنا كنعرفو بلي الفعل ديال الإبتسام خاص بالإنسان، الإنسان هو اللي كيبتسم ماشي الشمس. أولا لو سييل بلوغ،
حنا بعض المرات كنوصفوا الامطار بالبكاء ديال السماء، وهادو افعال كيقوم بها الانسان ماشي اي شيء اخر. غندوزو رابع فيغور دو ستيل واللي هي لاليغوري. سي ليكسبرسيون دو كيلكو شوز كون نو بو با توشي او ابستري بار اون ايماج كونكريت، وهي تشبيه ديال الاشياء المجرده او اللي ما كنقدروش نشبروها بشيء يمكننا نشبروه. باغ اكزومبل لو طون مونج لا في، لو طون مثلا هو الوقت ما كيعملش الفعل ديال الاكل، ولا في عاوتاني ماشي شيء يؤكل. ثاني اكزومبل جو في افيك دي بونسي، حنايا هنايا كنشبهوا لي بونسي اولا الافكار بشيء يمكننا نعيشوا معاه، اولا لا ليبرتي جيد لو بوبل. غندوزو لا دوزيام كاتيجوري ديال لي فيغور دو ستيل واللي هما لي فيغور داتينياسيون، واللي فيها جوج ديال الانواع، كاين لا ليتوت وكاين لو فيميزم. وهذا النوع كنستعملوه باش ننمقوا ونحسنوا العبارات. فبالنسبه لاول نوع واللي هو لا ليتوت، لا ليتوت كونسيست دونك ا دير موا بور سوجيري بلو. مثلا عندنا واحد المثال، كنشوفوا شخص مزيون ولكن كنستعملوا عباره اخرى، فوت ما نقولوا إلي بو كنقولوا سو ني با موش. هنايا قلنا بلي ماشي خايب واخا ان المعنى ذاته، ولكن كنستعملوا هذا الاسلوب باش كنخلقوا الاثاره. وكذا في المثال الثاني اللي فيها اي جو نو سوي با انكابابل، والمقصود هنايا هو جو سوي كابابل، غير كيكون تلاعب في الكلمات. اما الفيميزم فهي المحاوله ديال التقليل من الصدمه عبر التلاعب بالكلمات. باغ اكزومبل فوت ما كنقولوا مي كيكون الحاله ديال الوفاه، فوت ما نقولوا انه توفى كنقولوا انه غادرنا، فوت ما نقولوا elle est morte مات مثلا كنقولوا il nous a quitté، او لا مي كيكون شي واحد سقط في شي سنه فوت ما نقولوا انه سقط الى échoué كنقولوا il a répété l'année، او مثلا un vieil ما كنقولوش مثلا انه عجوز كنقولوا انه من الجيل الثالث، يعني كنحاولوا نحسنوا العباره او لا نخفوا من الصدمه. وهذا كان الجزء الاول من الدرس ديالي فيغور دو ستيل، واللي تناولنا فيه جوج مجموعات كتضمن 6 ديال الانواع واللي هما كتذكير، لا كومباريزون هي التشبيه، ميتافور هي الاستعاره، بيرسونيفيكاسيون هي الانسانه، لاليغوري هي تشبيه شيء جامد بشيء متحرك. هادو بالنسبه لي فيغور دانالوجي، وعندنا لا ليتوت ولو فيميزم نسبه لي فيغور داتينياسيون. ترقبوا تتمه الدرس في الفيديو القادم. أي استفسار أو سؤال خليوه هنا في التعليق، وشكراً.